اي نعم. من جاء الى الجنازه ليصلي عليه وقد سبق وكبر، هو دخل في التكبيره الثانيه او الثالثه او الرابعه مثلا معهم، له ثلاثه احوال. الذي يدخل متاخرا لصلاه الجنازه له ثلاثه احوال. الحال الاولى ان يكبر، طبعا هو يكبر معهم، اما ان يكبر معهم فاذا سلم الامام وبقيت له تكبيرات يكمل، حتى لو حملوا الجنازه وذهبوا يبدا يكبر في مكانه ويكمل الصلاه قضاء. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه يقطع الصلاه ويكتفي بالذين صلوا، لان هي فرض كفايه وقد اداها غيره، ويكتفي بصلاتهم ولا يكمل ولا يقضي. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يقطع الصلاة، طالما من الجنازة حملت يقطع الصلاة، ثم بعد دفن الميت والانتهاء من دفنه يأتي ويصلي عليه عند قبره صلاة جديدة. هذه الحالة الثالثة كلها جائزة. يجوز أن يكمل في مكانه ولو حملت، يجوز أن يقطع ولا يقضي، يجوز أن يقطع ويقضي الصلاة. أما كيف يصليها فالعبرة بصلاته هو. أول تكبيرة له هذه التكبيرة الأولى، فيقرأ الفاتحة ثم التكبيرة الثانية يقرأ، حتى لو كان الإمام الآن بالتكبيرة الرابعة مثلا أو بالثالثة بالدعاء هو يقرأ الفاتحة، يعتبرها الأولى، ثم يرتب على ترتيبه هو لا على ترتيب الإمام. طيب،